جدي مش عرفك بقى اني جدك. العين معاك ملهاش عازة يا جدي، انا اقدر اشوفك من وسط الناس كلها، اشوفك بضلمة عيني. ولما انت بتشوفني بضلمة عينك كنت بتسألني ليه شكلك ايه يا جدي؟ عشان دايما بشوف روحك الطاهرة وقلبك اللي زي القشطة، بس انا لحد دلوقتي معرفش انت شكلك بقى عامل ازاي. علشان كده يا ابني عايزك تعمل العملية علشان تملى عينك من شكلي قبل ما اموت. لا يا جدي بعد الشر عنك. يا ابني الموت مش شر، كلنا هنموت ومش هيفضل غير السيرة الطيبة ودعوة من الولد الصالح، وانت ابن الصالح اللي دعوتك هتجيني مكان ما اكون. علشان كده انا عايزك تعمل العملية. لا يا جدي ما تخالفش وصية الميت عشان الحي. هو انت مش دايما تقولي طول ما الارض دي خضرة هتفضل روحك تطل عليا؟ ليه عايز تقطع لقانا ده دلوقتي؟ الحي ابقى من الميت يا ابني. لا يا جد الارض اهم من الحي ومن الميت. الارض اللي بقى كله بيبني عليها وبنحرم ولادنا وولاد ولادنا منها، كله رايح يا جد انما اللي قاعد الطين اللي ربنا بيوزع فيها الارزاق. وبعدين انت عايز تعمل كل ده ليه؟ عشان حتة عملية يا صابت يا خابت، وانا بقول لك هتخيب. وانت عارف قلبي واحساسي كويس، قلبي واحساسي اللي ما حلتيش غيره. الكلام ده ما عادوش عايزه دلوقتي. انا اتفقت مع جد غنيم وهو كلم الناس. يا جد الارض دي مش بتاعتك لوحدك، الارض دي بتاعتي وبتاعت اللي هيجي بعد اليوم الدين. وانت عارف ان اللي بيتبور ما بيرجعش يطرح تاني. فين جدك يا فاتن؟ عند حسن. خلاص يا رمضان هنمضي العقود ونقبض الفلوس ونسلم الارض بعد بكره. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.